السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دائما مع سلسلة تمارين النهايات ومع نهايات جديدة. إذا نبدأ بأول نهاية، لا ليميت ديال إكس كاري ناقص 4 على راسين دو إكس زائد 2 ناقص 2 إكس تؤول إلى العدد 2. إذا تعويض المباشر، إذا كنعوضو إكس بالعدد 2. إذا 2 أس 2 ناقص 4 على الجذر ديال 2 زائد 2 ناقص 2. إذا 2 أس 2 هي 4 ناقص 4، الجذر ديال 4 ناقص 2. إذا إلى عوضنا فغنلقى إلى حسبنا غنلقى 0، جذر 4 هي 2 ناقص 2 0. إذا كتعطيني فورم ان ديتيرميني، شكل غير محدد. اذا كيفاش غادي نديرو نحيدو هذا الشكل الغير محدد؟ اذا منين تيكون عندنا في التعبير او في الداله الجذر ديال واحد التعبير معين على الشكل هذا او على اشكال اخرى، المهم كاين الجذر، فهنا كيمكننا نستعملو المرافق ليكسبريسيون كونجوغ. اذا غادي نستعمل المرافق ديال هذا التعبير هذا. إذا غادي نضرب في المرافق ديال جذر إكس زائد جوج ناقص جوج، إذا إكس كاري ناقص 4، غادي نضربها في ليكسبريسيون كونجوغي ديال هذه، إذا ديال جذر إكس زائد جوج زائد جوج، إذا هذا هو ليكسبريسيون كونجوغي ديال هذا التعبير هذا، على جذر ديال إكس زائد جوج ناقص جوج كذلك في ليكسبريسيون كونجوغ. إذا دائما الهدف من المرافق هو من بعد نختزل، إذا دائما يعني ملي كنضرب في المرافق من بعد راه كيجي الاختزال، بطبيعة الحال خصني نبسط الكتابة. إذا إكس كاري ناقص 4 كذلك يمكن ليكس على شكل إكس كاري ناقص 4 اللي هي 2 أس 2، إذا هي إكس ناقص 2 عامل إكس زائد 2، إذا هذه إيدونتيتي روماركابل، أ كاري مون بي كاري، إذا إكس مون 2 إكس بلس 2 مضروبة في هاد إكس زائد 2 ناقص أو زائد جوج. إذا لاحظوا معي بأن هاد جدا هو كذلك عبارة عن متطابقة هامة، إيدونتيتي غوماركاب، أ ناقص ب أ زائد ب، إذا هو أ كاري مون ب كاري، إذا راسين ديال إكس زائد جوج أو كاري، نقدر ندير الكاري هنا ونقدر ندير الأقواس بحال بحال، كاري هنا راه كتعني هاد التعبير كامل أو كاري، ناقص 2 أس 2. إذا الجذر ديال إكس زائد جوج أو كاري، الكاري كيمشي مع الجذر كيبقى لنا إكس زائد جوج، إذا إكس زائد جوج ناقص 4، إكس زائد جوج ناقص 4 هي إكس ناقص 2، إذا إكس ناقص جوج، وفي البسط غيبقى التعبير كما هو. إكس زائد جوج زائد جوج. إذا لاحظوا معي بأن لدينا واحد المعامل مشترك، فاكتور كوما، إكس موان دو إكس موان دو، دونك كنديرو الإختزال، إذا شنو تيبقى؟ تيبقى لنا ليميت ديال إكس بلس دو، الجذر ديال إكس زائد جوج زائد إكس تونفيغ أ دو. إذا دابا كيمكن لي ندير التعويض، إذا عندنا 2 زائد 2 الجذر ديال 2 زائد 2 زائد 2، إذا 2 زائد 2 4، الجذر ديال 4 هي 2 زائد 2 هي 4، إذا 4 في 4 اللي هي 16. التعبير الموالي دائما
بنفس الخطوات كنبداو بالتعويض المباشر. إذا كنعوضو إكس بواحد، إذا واحد جذر واحد ناقص واحد على واحد كاري ناقص واحد، واحد جذر واحد هي واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد صفر، إذا صفر على صفر، إذا فورم انديتيرميني. إذا ميمكنش نحسبو هاد النهاية هادي. إذا هنا خصني ندير نحيد هاد لا فورم انديتيرميني. إذا غنستعمل كذلك ليكسبرسيون كونجوغي. إذا دائما قلنا ليكسبرسيون كونجوغي كنستعملها في التعبير اللي فيه الجذر. إذا لدينا إكس جذر إكس ناقص واحد، إذا ليكسبرسيون كونجوغي هو إكس جذر إكس زائد واحد. إذا كنضربو إكس جذر إكس ناقص واحد مضروبة في إكس جذر إكس زائد واحد، إكس كاري ناقص إكس، إكس جذر إكس زائد واحد. إذا ليكسبرسيو كونجوغي كيعطيني واحد لي دونتيتي روماركابل، أ ناقص بي أ زائد بي. إذا هو إكس جذر إكس كل أو كاري ناقص واحد أو كاري، هادي إيدونتيتي أو ماركابل. دونك هادي كتمثل أ وهادي كتمثل بي، أ ناقص بي أ زائد بي. إذا إكس كاري موان إكس، إكس راسين دو إكس زائد واحد. إذا إكس جذر إكس أو كاري، إذا الكاري ديال هاد لي دو نومبغ، إذا إكس كاري في جذر إكس كاري، إذا إكس كاري جذر إكس كاري هي إكس. علاش إكس؟ لأن إكس هنا تنفيغ أن، يعني إكس راها أكبر من زيرو، وبالتالي الجذر ديال إكس كاري راه يساوي لنا القيمة المطلقة إكس، ولكن إكس عدد موجب إذا كيساوي لنا إكس. إذا غتعطيني لا ليميت ديال إكس أس تلاتة ناقص واحد على إكس كاري ناقص إكس زائد واحد. إذا بطبيعة الحال دابا العوض راه يجيني كذلك فورم انديتيرميني، ولكن أنا خصني نقلب على الإختزال. إذا لاحظ معايا بأن هاد إكس كاري ناقص واحد راه ممكن نكتبوها بشكل، إذا إكس كاري ناقص إكس إلى عملنا بإكس خاصتني إكس عامل إكس ناقص واحد، إذا ممكن نكتبها هنا على شكل باش من بعد نديرو التعميل. إذا إكس عامل إكس ناقص واحد، إذا إكس أس تلاتة ناقص واحد، هاد واحد راه يمكن لي نكتبو على شكل واحد أس تلاتة. إذا هنا عندنا واحد لي دونتيتي هما كابل، أ أس تلاتة ناقص بي أس تلاتة كتساوي لنا أ ناقص بي عامل أ كاري زائد أ بي زائد بي كاري. إذا ممكن لي نستعملها. إذا أ موان بي يعني إكس ناقص واحد عامل إكس كاري زائد إكس في واحد هي إكس زائد واحد أس اتنان هي واحد. إذا على إكس ناقص واحد إكس جذر إكس زائد واحد. إذا لاحظ معايا بأن عندك واحد الفاكتور كوما في البسط وفي المقام، إذا نسمبليفي باغ إكس موان زان. إذا أبخي لا سامبليفيكاسيون أشنو تيبقى؟ تيبقى إكس كاري بلس إكس بلس أن على إكس، إكس غاسين دو إكس بلس أن إكس تنفيغ أن. دابا كيمكننا نديرو التعويض. إذا كنعوضو إكس بواحد، إذا واحد كاري زائد واحد زائد واحد على واحد عامل واحد جذر واحد زائد واحد. إذا واحد كاري واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة،
واحد مضروبة في واحد زائد واحد، أي مضروبة في جوج، إذا 3 على 2.